اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة آية أبو الخير، ويلا بينا نبدأ قصتنا. أمي يا أختي أنت لسه نايمة، نمت عليكي حيطة. يو جرى إيه يا مرات أبويا؟ هو أنت جاية يعني تقولي شكل للبيع ولا إيه يعني؟ ها ما تتسبحي كده بدل ما صبحك يا مرات أبويا. يعني هتعمل إيه يعني يا أختي؟ لا يا أختي أنت عارفة كويس أنا ممكن أعمل إيه. تحبي تشوفي؟ لا يا اختي مش عايزه. يلا روحي شوفي لك شغلانه بدل ما انت قاعده كده من غير شغل. على راي المثل اكل ومرع وقله صنع. الباب خبط وكانت ام علاء. في ايه؟ جرى ايه؟ سكم جايب لحد اخر الشارع كده ليه؟ هو انتوا كل يوم تتخانقوا؟ الله، وانت مالك انت يا وليه؟ واللي بتحشري نفسك ليه؟ ها ما بطلي ترمي ودانك شويه. سمعي انا بويا قله ادبها، وانا اللي جاي هدي النفوس ما بينكم، بقى دي اخرتها كتر خيرها. يا اختي ما عندها حق، مش هتبطلي يا وليه يا ناقصه ترمي ودانك وكوني حشريه؟ او خليتي ليس وقول ما يسواش يهزقك، بتموتي في التهزيق. يا لهوي بقى كده، صحيح على راي المثل يا داخل بين المسك والريح ما ينوبك الا الفضيحه. طب يلا يا اختي لمي روايحك كده وغوري من هنا، جاتك القرف جيران الهم. عجبك كده كل يوم فضايح وتلمي ام علاء علينا؟ يو ما انتي المفضوحه يا مرات ابويا، مش بتزهقي؟ هو انا يعني كنت لقيت شغل وقلت لا يا وليه؟ اتصرفي، المهم تشتغلي وتجيبي الفلوس يا اختي. الله يرحمك يابا، مت وسبت لي بلوه بدل ما تسيب لي حاجه عليها القيمه. يلا ما يجوز عليك غير الرحمه. حنان غيرت هدومها وخرجت من الاوضه. نبويه شافتها. لبس البصه تبقى عروسه. يا وليا تهدي، تموتي كده وتجري شكلي. يا ست شرع عليكي وليا بومة. يا اختي ما جيش كده لقي الانبوبه ولا عافيكي يا شيخه، قولي يا رب. يا اختي يا اختي يا اختي، بعد الشر عليا، ان شاء الله اللي يكرهني. انا قاعده على قلبك ومش هسيبها لك يا بنت جوزي. خليكي قاعده يا اختي، انا اللي سايبها لك خالص. وعلى راي المثل البيت بتابونا والعرر يتردونا. سلام يا عره. في الشارع حنان راحت عند عم محمد. ازيك يا عم محمد، عامل ايه؟ كويس يا حنان، فين الخمسة جنيه ونص اللي عليكي؟ بقى يا راجل يا عرة، مش مكسوف وانت عايز مني خمسة جنيه ونص؟ لا يا اختي مش مكسوف، ده حقي. ايه جاك كسري حقك راجل عرة؟ صحيح. مشيت حنان في الشارع، بس فجأة عربية خبطتها واترمت في الارض، ما حسيتش بنفسها. في فيلة ناهد كانت بتشرب قهوتها. صباح الخير يا ماما. صباح النور، انت رايح فين دلوقتي؟ رايح الشركة ماما. امال فين مريم؟ مريم راحت بالعربية لصاحبتها تزورها. تاني يا ماما، مش قلتلك 100 مرة مريم ما تسوقش العربية؟ دي ما بتعرفش تسوق يا ماما، وكل ما بتسوق بتعمل حادثة. ما تخافش يا حبيبي، انا نبهت عليها انها تسوق بالراحة. ها بالراحة، ربنا يستر، انا مش مطمنة ماما خالص. ما يبقاش قلبك خفيف بقى يا احمد، ان شاء الله تعدي على خير. وجي البواب. الحق يا احمد بس، ست مريم جايبه معاها واحده في العربيه والزهرك ده خبطتها، لان الوليه مش بتنطق خالص. ايه ده يا نهار ابيض، ازاي ده حصل؟ مش قلتلك بنتك هتودينا في ده يا ماما. طب روح شوفي يا احمد، ما تسيبهاش لوحدها. وفعلا احمد خرج وكانت مريم بتعيط. الحقني يا احمد، انا خبطت واحده والزهر كده راحت. ايه والله هي راحت بجد؟ طب وطالما راحت ها جايبها لحد هنا ليه؟ ليه ما رحتش بيها المستشفى ليه؟ مستشفى؟ لا طبعا، انا اخاف ده كده ممكن يحبسوني يا احمد. وان شايفه بقى انك ما تستاهليش ان انت تحبسي؟ انت عارفه انت عملتي لحد دلوقتي كام حادثه بالعربيه؟ طالما مش بتعرفي تسوقي بتركبيها ليه؟ اسفه بقى وصدقني مش هتحصل تاني، بس المهم انها تفوق يا احمد. ماشي يا مريم، حسابنا بعدين، بعد ما اللي في العربيه دي تفوق، وربنا يستر بقى ما تكونش ماتت. احمد شال حنان ودخلها الفيلا ونايمه على السرير وبدا يفوق فيها. الحمد لله طلعت عايشه اهي، ربنا يستر تكون كويسه. ان شاء الله هكون كويسه يا احمد، انا خايفه قوي. حنان بدات تفوق. انا فين انا فين يا جماعه؟ الله الحمد لله على السلامه. يا اختي انا فين؟ انتوا مين وانا بعمل ايه هنا؟ حادثه بسيطه بس الحمد لله انت كويسه، احنا مستعدين لاي تعويض لحضرتك. نعم تعويض؟ تعويض ايه ده كمان بقى؟ تخبطوا في الناس وتقولوا لي تعويض؟ لا ده انا اوديكوا في 60 داهيه. انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ ولا تعرف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ بس في ايه؟ انت ايه ما صدقتي؟ بلعه وطفحت؟ ما قلتلك غصب عنها يعني، ايه يعني ما حصلش حاجه لكل ده؟
أنا أسفة والله، أنا ما كنتش أقصد خالص، وهعملك اللي أنت عايزاه، بس بلاش حكاية البوليس دي، مش عايزة فضايح أرجوكي. تصدقي صعبتش عليا، أصل احنا ولا زي بعضينا، مكسورين الجناح، مناش ظهر يعني، ربنا يسترها معنا يا وليا. صعبت عليكي؟ هي اسمها كده؟ أنت جاية منين بالظبط؟ جاية من السلخانة ولا إيه؟ شكله الأمور شايف نفسه عليا. لا بقول لك ايه، صح كده معايا وافهمني، انا حنان اللي ملهاش امان، ولما بتقلب بتعمل جنان. لما تيجي تكلمني يا مصحصح انت تكلمني عادل، فاهم يا مصحصح؟ نعم. ايه مصحصح دي؟ يعني ايه مصحصح دي ان شاء الله؟ مش فاهم. مش عارف يعني ايه مصحصح؟ يا لاوي، امال عامل لي فيها ابني ناس؟ وانت شكلك زبال على رأي المثل، قعدتي في داري ولا قعدتي عند احبابي؟ وده على اساس ان احنا حبايب يعني؟ ده احنا مش طايقينك، وياريت بقى تغوري من هنا طالما انت طلعتي كويسه اهو. يا نهار ابوك اسود، انت عايز تمشيني بعد ما خبطتني؟ ده انا مش قادره اتحرك. لا ده احنا نتقابل في المحكمه بقى. لا محكمه ايه؟ لا انا كده سمعتي هتروح، وممكن خطيبي يسيبني فيها. يا ريت، اصلا مش مستريح للجوازه دي ولا مرتاح لحماتك العقربه. خدي يا بنت، لما اقولك انت فعلا حماتك عقربه جدا ومش عارفه اعمل معاه ايه خالص، بس بستحمل عشان خاطر محسن، اصلي بحبه قوي. قلتيلي هو الحب كده يخرب بيته وبيبهدل خالص، بيخلي الواحده تتذلل اللي يسوى واللي ما يسواش. هو انت مالك انت بالحب؟ هو انت اصلا تعرفي حاجه اسمها حب؟ ولا اللي زيك اصلا يحب؟ لا انت تناوليني بقى الشبشب للواد ده. الشبشب هو اللي هيرد عليك. نعم شبشب؟ لا ده انت زوتي قوي، انت ما تعرفش انت بتتكلمي مع مين ولا انا بقى مين. يا اخويا هيكون مين يعني؟ رئيس مراجيح مولد النبوي، ولا كنتش انت اللي بتضرب مدفع الافطار في رمضان؟ وهم دول اهم ناس تعرفيهم؟ صحيح، مدام قامك واللي زيك ما يعرفش غير الاشكال دي. لا بقى انت زودتها قوي بقى، انا حنان اللي بتعمل قلبان يتقلها كده؟ طب تعالى لي بقى يا اخويا. وفجأة اديته رصاصة في دماغه. مريم كانت مصدومة. احمد ده انت عملتي ايه؟ ده مات يا اختي. ما تبقيش قلبك رهيف كده، ضغم عليه بس، شكله فرفر وما استحملش الرصاصة. عندك بصل؟ بصل اكيد في المطبخ، بس انت عايزاه ليه؟ هيكون ليه يعني؟ عشان نفوق الجثة دي. هاتي يلا. ببصل؟ لا طبعا، اكيد انفوق برفيوم. مين برفون ده؟ ده دكتور ولا ايه؟ يا ستي مش مستاهلة يعني دكتور، انتي بس تجيبي فحل بصل كده يكون احمر، عشان بيكون شديد، وتعالي وانا بعون الله هفوقه. يا حنان برفيوم يعني مش دكتور خالص. يا اختي امال يبقى ان شاء الله؟ يكونش قريبك؟ قريبي ايه؟ ثواني كده انا هورولك حالا. وراحت جابت الزب برفيوم. هو ده البرفيوم يا حنان، فهمتي؟ يا اختي عارفه، ما تقولي كالونيا، لازم يعني الانتك يجي. وبعدين هو ده وقت اخوك هيفطس، هاتي فوقه. اخدت البرفيوم وشمته. الله دي ريحتها حلوه قوي، خساره فيه. بقولك ايه، هاتي بصل اسمها كلامي. يا حنان بصل ايه؟ فوقي بقى بسرعه، انا خايفه عليه. مصممه يعني؟ ماشي، كان على عيني والله، بس ما باليد حيله بقى. وبدات تفوقه، وفعلا احمد فاق. ارتحتي كده؟ اهو فاق اهو، وبقى زي القرود. صحي يا قرد. قرد لما ينططك، انت ازاي تعملي كده؟ انا هوديك في 60 داهيه. حنان قعدت وحطت رجل على رجل. طب يا اخويا وريني بقى هتعمل ايه، واديني قاعده اهو مستنيه بقى. ها احمد، ابوس ايدك، بلاش، انا مش عايزه مشاكل، وما تنساش ان محسن ومامته معزومين عندنا على الغدا، مش عايزه فضايح. يعني ايه يعني؟ هي تمسكنا من ايدينا اللي بتوجعنا؟ ايوه بالظبط كده هون. وبصراحه بقى انا دراعي بيوجعني ومش هقدر امشي. ليه يا اختي وانت بتمشي على دراعك؟ يا اخويا اهي لمطك دي هي اللي بتخليني اضربك، اسكت احسن. تضربيني؟ لا انت زودتيها قوي، على فكره انا ممكن اموتك في ايدي. ها طب وريني كده هون. على فكره انت ما تعرفنيش لسه. انت اللي ما تعرفنيش كويس. بس كفايه بقى كفايه، انتوا ايه ما بتزهقوش؟ بطلوا خناق. يعني انت عاجبك اللي بتعمله ده؟ انت جبت لنا مصيبه في البيت. مشي احمد. في 60 داهية. حنان انا اسفه جدا على اللي حصل، ما تزعليش من احمد، هو بس عصبي شويه، بس طيب والله. لا يا اختي ما تقلقيش، انا بعرف اتصرف مع الاشكال دي كويس. طيب عن اذنك بقى اسيبك ترتاحي شويه. ومريم مشيت.
يخرب بيوكم، دي انتوا اغنياء قوي، دي لو مرات ابويا شافت العز اللي انتوا فيه ده مش بيتعور نفسها وتقول ان انتم اللي عورتوها عشان تيجي تقعد هنا بقى. ولو هتعيشي لك يومين في نظافة يا بتشي يا حنان، ده انت امك ده عيالك. وعند نهد، انت بتقولي يا مريم مين اللي تقعد معانا هنا؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ احنا اصلا ما نعرفهاش، مش ممكن تكون حرامية؟ قولي لها يا ماما دي اصلا شكلها بيئة، والله اعلم وراها ايه، مش ممكن تكون عاملة مصيبة وجاية تستخبى عندنا. عاملة مصيبة ايه وجاية تستخبى عندنا ايه؟ انت نسي ان انا اللي خبطتها بالعربية؟ شفتي بقى نتيجة تهورك عملت فينا ايه؟ احمد بعدين عشان خاطري ارجوك، محسن ومامته وزمانهم جايين ومش عايزاهم يعرفوا اي حاجة عن اللي حصل. اماني لو عرفت هتعملها حكاية، ومش لازم تعرف ان البنت دي قاعدة عندنا هنا، مفهوم؟ محسن بيه واماني هنا وصلوا. اتفضلوا اهو البيه وامه الحربوها وصلوا. وفعلا دخلوا. اهلا اهلا اماني، وحشتني قوي. وانتي كمان والله يا ناهد، على طول بسأل عليكي مريم، ولا هي بقى مش بتقولك؟ لا والله يا طنط ببلغها، مش كده يا ماما؟ يا بنتي بطلي خوف منها بقى، هتعمل لك ايه يعني؟ وطي صوتك عشان خاطري احمد، مش عايزه مشاكل. هو احنا مش هنتغدى ولا ايه؟ انا جعان قوي. انت على طول كده همك على بطنك وبس. الغدا طبعا جاهز، اتفضلوا على السفره. وفي الاوضه حنان كانت قاعده. ايه ده هو؟ محدش بيسأل عليا ليه؟ هما مش هيأكلوني ولا ايه؟ ولا هيعذبوني؟ لا انا مش هسكت، انا لازم اكل. اما اشوفهم بقى. كانوا متجمعين على السفرة. عصام قريبنا اللي عايش في امريكا بيسأل فرح امتى عشان يجهز نفسه. الفشخرة هي تبدأ بقى، بتقولك امريكا وفي الاخر هتلاقيها قاعد في الدقي. اسكت بقى، اللي تاخد بالها حرام عليك. هو انتوا مالكوش قريب برا تلحقوا تعزموهم على الفرح؟ لا طبعا، ازاي، اكيد يعني لينا قريب برا. بس فجأة سمعوا صوت حنان. يا اختي كل دي سفرة؟ الله يخرب بيوكم، انتوا قاعدين هنا تاكلوا وسايبني فوق جعانة؟ منكم لله اللي هتدفعوا. مين دي وبتعمل ايه هنا؟ ها دي هقولي دي قريبتنا اللي كانت في اوروبا ولسه جاية من السفر، جاية عشان فرح مريم وعشان ترتب معاها كل حاجة. مريم واحمد كانوا مصدومين. اتدبستوا فيا، ده انتوا هتشوفوا ايام فلة. انا حنان. ولسه يكلموا حنان عملت. كانوا متجمعين على السفرة. عصام قريبنا اللي عايش في امريكا بيسأل فرح امتى عشان يجهز نفسه. الفشخرة هي تبدأ بقى، بتقولك امريكا وفي الاخر هتلاقيها قاعد في الدقي. اسكت بقى، اللي تاخد بالها حرام عليك. هو انتوا مالكوش قريب برا تلحقوا تعزموهم على الفرح؟ لا طبعا، ازاي، اكيد يعني لينا قريب برا. بس فجأة سمعوا صوت حنان. يا اختي كل دي سفرة؟ الله يخرب بيوكم، انتوا قاعدين هنا تاكلوا وسايبني فوق جعانة؟ منكم لله اللي هتدفعوا. مين دي وبتعمل ايه هنا؟ ها دي هقولي دي قريبتنا اللي كانت في اوروبا ولسه جايه من السفر، جايه عشان فرح مريم وعشان ترتب معاها كل حاجة. مريم واحمد كانوا مصدومين. اتدبستوا فيا، ده انتوا هتشوفوا ايام فلة. انا حنان. طب مش هتعرفينا بيها يا ناهد؟ اعرفكم طبعا، اكيد اعرفكم. تعالي يا حنان يا خالتي ام مريم، انت نسيتي ولا ايه؟ الله، ايه خالتي ام مريم دي؟ انت متاكده انها كانت في اوروبا يا ناهد؟ الله يخرب بيتك. طبعا هي بس يعني بتحب تهزر، مش كده يا الله بقى؟ في ايه يا ولية؟ هو انت كل شوية تنسي اسمي ولا ايه؟ لا بقولك ايه، صحصحي معايا كده هو. اصلي لا انا خلقي ضيق على الاخر، انا اسمي ياختي حنان، لو مش عارفة قولي حنة زي حنة الشعر اللي انت ياختي بتصبغي بيها شعرك الابيض ده، ولا انت مش بتصبغي ولا ايه؟ واللي زيك صحيح هتصبغ لي، ما انت عايشة في عز ونغنها، حسرة علينا. الله، برافو عليك يا حنان، الدور اللي انت عملتيه حالا ده هايل قوي، اصلها بتمثل. بتمثل؟ بتمثل فين؟ انا عمري ما شفتها بتمثل في التلفزيون. الله يا اخويا، ما قالت لك بتمثل، بس ظهر التلفزيون بتاعكم يعني انتوا ابيض واسود، فيعني مش بتاخد بالك. هات انت بس التلفزيون اللي هو بالالوان ده اللي هو الكبير ده وانت تشوفني كويس. ايه ده، انت متاكده ان انت كنت في اوروبا؟ اللي هي قاعده مك يا شيخه ويفرمك قطر. انا من اللوبيا. منين؟ لوبيا ازاي يعني؟ بتهزر؟ يا سلام عليك يا حنان، بطلي هزار بقى، الناس هيصدقوا انك بتتكلمي جد.
ايه يا اخويا بهزر ايه؟ هم اصلا مين عشان اهزر معاهم؟ هم اصلا مش من مستوية. نعم يعني مش من مستويكي. لو انت كنت عايشة في اوروبا، انا اخويا كان عايش في لندن وقرايبي كلهم عايشين في امريكا. على رأي المثل القرعة بتبقى بشعر بنت اختها. ايه ده قصدك ايه؟ قصدك ان انا قرع؟ لا كده كتير قوي، انت قللت الذوق ومش محترمة خالص. يلا يا محسن نمشي. جرأي الدلع عادي. لا يا عمر، ده انا افرشلك الملايه واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليكي. شوف يا اخويا الوليه بنت الرفا دي تلهيك وترازيك وتجيب اللي فيها فيك. اوه يا ربي السفاج قوي. لا بقى شوفي ما اقولك، اوه في عوج واتكلمي كده عدل، احسن اجرسك وابهدلك واطلع عينيكي واخليكي تمشي على عجين ما تلخبطوش. البطلو ده واسمعوه ده شوبش. حنان خلاص كفايه بقى، اطلعي اوضتك. يلا يا محسن احنا لازم نمشي من هنا حالا. يلا يا ماما استني بس نفهم في ايه. ارجوك يا ماما، هي كلمه واحده قلت يلا يعني يلا قدامي. روح يا حليت امك، روح جاتك نيله وانت بتاع امك كده رجال بتوع مامي وبابي. ومشيت اماني. وبعدها محسن، عاجبك كده بوصي لي الجوازه؟ هو انا كنت ناقصك انت كمان. مشيت مريم وهي بتعيط، رغم اني مش طايق بس برافو عليكي على اللي انت عملتيه ده، انا ما كنتش طايقهم. كويس ان انت عملتي كده. بس يا اخويا مريم صعبان علي، انا ما كانش قصدي بس هم اللي عصبوني قوي. ايه وانتي لما بتتعصبي بتعملي كده كل مره؟ واكتر من كده، انت ما شفتش حاجه من مهاراتي؟ ها مهاراتك؟ لا حلو قوي لحد كده، عن اذنك. يو قصده ايه الواد ده؟ يكونش بيهزقني. وفي اوضه مريم كانت بتعيط ودخلت عليها حنان. انا عارفه اني غلطت بس بصراحه هما اللي استفزوني، وانا جوايا واحده شرشوحه بتبقى عايزه تطلع وهي طلعت. بقعد اقول لها اسكتي اسكتي بس مفيش فايده. اكيد بعد اللي حصل ده طنط امانيه هتجبر محسن انه يسيبني، والجوازه كده باظت وبسببك على فكره. واسم الله عليه محسن ده مالوش كلمه يعني ولا ايه على امه؟ يعني امه هي اللي ماشيه بنت انتي؟ انتي ازاي اصلا تتجوزي واحد زي ده؟ ده مش راجل ومش هيعرف يحميكي بعد كده، والكلمه هتكون كلمه امه وشرطه امه. بس انا بحبه قوي وهو كمان بيحبني، واكيد بعد الجواز هيتغير، بس هو مش عايز يزعل مامته دلوقتي عشان ما تحسش ان انا اخدته منها. ارجوك يا حنان ساعديني، انا مش عايزه الجوازه تبوظ. ايه اساعدك؟ اساعدك ازاي بس؟ ما كل اللي حصل ده بسببي، اكيد يعني مش هتقبل مني اي كلام، هي اصلا مش طايقاني. فكري يا حنان فكري وتصرفي زي ما بوصيها صلحيها. عندك حق، انا فعلا اللي بوظتها يبقى انا اللي اصلحها. طب بقول لك ايه، انا عندي فكره حلوه قوي، لو وافقتي عليها ننفذها على طول. بجد؟ طب قولي يلا بسرعه. ايه هي؟ اسمعي يا ستشي. وفي اوضه اماني، عاجبك اللي الزفت عملته ده يا احمد؟ بصراحه يا ماما عاجبني جدا، يستاهلوا، وكويس ان الجوازه باظت وجيت منهم. لا طبعا ما ينفعش يحصل كده، الناس يقولوا علينا ايه؟ ده الفرح فاضل عليه شهر، ده احنا سمعتنا تبوظ. طب وايه الحل؟ اكيد يعني بعد اللي حصل ده اماني مش هترضى تكمل الجوازه. يبقى نتصرف، انا مش هقف اتفرج على الفرح اللي هيبوظ وسمعتنا كمان. حاضر يا ماما، انا اكيد اشوف حل ونتصرف، مش عايزك تقلقي خالص. وفي اوضه مريم، الله فكره حلوه قوي، بس تفتكري احمد ممكن يرضى؟ اكيد مش هيوافق. سيبي عليا، انا هعرف اتكلم معاه واخليه يوافق. وبعد شويه احمد دخل اوضته، بس اتصدم لما شاف حنان. مساء الخير. انت بتعملي هنا ودخلتي هنا ازاي؟ واصلا ازاي تدخلي هنا؟ انت بتسرقيني صح؟ اسرقك ايه؟ اتنيل يا اخويا، انتوا حليكوا حاجه غير الاكل ده، انتوا من جوه هلا هلا ومن بره يعلم الله. امال دخلتي هنا ليه؟ عايزه مني ايه؟ اسم الله، على راي المثل ايش ياخد الريح من البلاط. هو انت كل كلمه بمثل، بتجيبي الامثال دي منين؟ مش هقول لك ادغاز، مش هقول. المهم انا جيت لك بقى عشان اقول لك ان احنا بكره رايحين عند الوليه اللي اسمها اماني جي عشان نصالحها وتكمل بقى الجوازه السودا دي. انت بتخرفي تقولي ايه؟ انا مستحيل اعمل كده، بقى انا اروح لهم لحد عندهم؟ يا اخويا لو ليك حاجه عند الكلب قول له يا سيدي. طب يلا يا كلبه من هنا اطلعي بره، انا مش هروح في حته. ليه بقول لك ايه؟ احترم نفسك. ايه كلبه جي؟ ما تخلينيش اهوهو عليك. هوهوي بره، انا مش هروح في حته حتى لو على جثتي. تاني يوم في بيت اماني، اهلا خير، في ايه؟ جايين ليه؟ في حاجه؟ عاجبك المقابله يا زفته؟ انت سبب او ممشي ولا اعمل ايه؟ اصبر بس، احنا قلنا ايه؟ لو ليك حاجه عندي كلب قول له يا سيجي. بصي يا ستشي، احنا جايين نتاسف على سوء التفاهم اللي حصل.
ايوه يا طنط، دي حنان كانت متقمصه الدور شويه، دور شرشوحه كده، وخدت الموضوع جد مش اكتر يعني من كده، صح يا حنان؟ ايوه طبعا يا طنطو. ايه طنطو دي كمان؟ اسمها طنط يا حبيبتي، اسمها طنط. هو انت متاكده ان انت كنت في اوروبا؟ يا اختي شكلك ما روحتيش اوروبا قبل كده، عندنا يا اختي بنقول طنطو حتى اسالي عادي. اسال مين بقى ان شاء الله؟ اوروبا نفسها، دي ليها فرع هنا في العتبه هتعجبك قوي. انت بتقولي اسكتي بقى تودينا في داهيه، اوروبا تالي فتحت فرع في العتبه. يا اخويا يعني ايه هتدور ورانا؟ اي كلام في البتشنجان. طيب طالما جيتوا هنا لحد عندي فاكيد مش هكسفكوا، حصل خير. ولا كنتي عارفه انك مش هتكسفينا يا خالتي ام محسن؟ نعم ام محسن وخالتك؟ ايه الكلام ده، جبتيه منين؟ من الشخصيه طنط، مش قلتلك انها ممثله شاطره قوي؟ يا طنط صدقيها دي الشخصيه زي ما قالتلك. خلاص بقى يا ماما حصل خير، وبالمناسبه دي بقى انا عازمكم كلنا نسافر الساحل، يعني نغير جو ونرجع بقى نرتب للفرح، ايه رايكم؟ لا الساحل ايه، انا الاماكن البيئه دي مش بروحها خالص، انا بروح اماكن احلى. وهو في احلى من الساحل؟ ده مكان راقي جدا. طبعا في احلى من الساحل وهيعجبكم جدا، انا شخصيا برتاح فيه موت. خلاص انا موافقه اجرب المكان الجديد ده، ولو عجبنا هنقضي فيه انا ومريم شهر العسل. فكرة حلوة قوي، انا موافقة، بس مكان ايه ده اللي احنا منعرفوش؟ بس مكان ايه ده اللي احنا منعرفوش يا حنان؟ انا رحت كل الاماكن. لا الا مكان واحد انا متأكدة انكم ما رحتوش فيه خالص. طب ما تعملوش حسابي، انا مش جاي معاكم، انا اصلا مش فاضي الاتفاقات دي. بليز يا احمد تعال معانا، اكيد هتبقى رحلة حلوة قوي. يا اخويا تعالى مش هتندم، انا متأكدة انك هتتبسط قوي معانا. هتبسط في مكان وانت موجودة فيه؟ ما افتكرش ان ده ممكن يحصل خالص. ليه بقى ان شاء الله؟ كنت بقطع عنك النفس يعني وكتم عنك الهواء يا جدع انت ولا ايه؟ اكتر، انت خلقاني ونفسي اخلص منك اصلا في اسرع وقت. او يا كلب البحر ماشي، وانا وعدك انك مش هتخلص مني بقى، حد يسيب الهنا ده ويرجع لنبوية وام علاء. وتاني يوم في الشارع كانوا كلهم متجمعين. ممكن اعرف بقى انت مش عايزانا نركب العربية ليه ولا نمشي؟ اصبر بس، ده انا عامله لكم حته مفاجاه هتشكروني عليها قوي، ان شاء الله يتمر فيكم. حنان انا قلقانه قوي، اوعي تعملي حاجه كده، طنط مش هترحمنا، ابوس ايدك. تصدقي كده هزعل ولا هي هزعل؟ انا من امبارح وانا بحضر للرحله دي، ده انا صرفت دم قلبي عشان اشرفك واطول رقبتك قدام تانتو. منوره يا تانتو والله. تانتو ايه وزفت ايه؟ هو احنا نفضل واقفين كده كتير ولا ايه؟ انا تعبت جدا، احنا مستنيين ايه؟ يوه سكتوا الولية دي بقى عشان ما جيباش من شعرها، ولا اقول لكم ما جيباش معنا احسن؟ عشان خاطري زقي معايا اليوم يا اختي، انا فيا حيلة زق، جاتك نيلة انت وهي اهي البيجو وصلت اهي. ايه بيجو؟ ايه بيجو دي يا جماعة؟ الكل كان في حالة صدمة لما شافوا العربية. ايه ده ايه ده ايه ده، انا مستحيل اركب العربية دي مستحيل. الله جرأي يا تانتو، دي عربية بيجو سبعة راكب. بقولك انا مش جايبة اي حاجة، ده انا جايبة احلى عربية فيك يا موقف. وحياتك عندي يا تانتو، كان في تموسيكل بنص التمن بس انا ما رديتش، قلت البيجو احلى. خلاص بقى يا ماما، او حاجة جديدة نجربها مش مشكلة. بليز يا طنط اركبي نجرب يعني، ما فيهاش حاجة. معلش. اوكي ماشي، لما نشوف اخرتها ايه. وفعلا كلهم ركبوا، بس اتصدموا لما شافوا اتنين غيرهم راكبين. ايه ده ايه ده ايه ده، مين دول وبيعملوا هنا؟ يا دي بقت العربيه، اصلا انا هفهمك، ما انا لما اجرت عربيه اجرتها بيجو، والبيجو سبعه راكب، وطبعا احنا خمسه، كنت اعمل ايه انا يعني؟ ها فقلت له يحمل اتنين قبل ما يجي، ولا كنت عايزني اشيل الباقي على حسابي؟ يا ستي كنت انا اللي هدفع، ما كنتش عملت كده. يا اخويا طب ما انت فعلا اللي هتدفع وانا هني هصرف عليكو. هتشل، انا حاسس ان انا هتشل يا مريم، نزلوني يا مريم نزلوني. معلش يا احمد زق معايا اليوم، الجوازه هتبوظ. مش احسن ما يحصل لي انا حاجه منها؟ انت السبب، انت اللي ابتليتينا بيها. وبعد شويه وصلوا مكان ونزلوا من العربيه، والكل كان في حاله صدمه حرفيا. ايه ده ايه ده ايه ده، انت وديتينا فين؟ والناس دي بيعملوا ايه؟ كانت ناس كتير قاعده في الارض على الرمله ومعهم حلل وعمالين ياكلوا. الا مش عارفين احنا فين؟ احنا في اشهر مكان في العالم، ومش اي حد يجي هنا، دول ناس الزواج بس اللي بتيجي هنا. خلصي المقشح بتاعك؟ انت طيب بقى احنا فين يا زفتانتي، بدل ما ارميكي في البحر اللي قدامك ده. بعرف اعوم على فكره، ما بخافش انا. انا الجوازه بتاعتي بتبوظ يا حنان، انت احنا فين؟ طنط هيجي لها جلطه ومش هيبقى في فرح. احنا في جمسه، جمسه بترحب بيكم تيررررا. الكل كان في حاله صدمه، وفجاه اماني وقعت على الرمله، كان اغمى عليها،
تانتو يا تانتو يا عيني شكلها ماتت. طب هندفنها فين؟ في الرمل هنا ولا نرميها في البحر؟ نرميها احسن للسمك. يو الوقعه المهببه دي عجب كده يا مريم اللي قربتك عملته في ماما؟ ده كده الجوازه باظت. ما تخافش يا محسن، ان شاء الله طنط هتفوق وهتبقى كويسه، ما تقلقش. انا مش قلقان على ماما، لا انا قلقان لما تفوق وتلاقي نفسها انها فعلا هنا. انت سبب اللي حصل ده كله. هو ده المكان اللي روعه واللي هيعجبنا؟ بس هقول ايه، ما هو اللي زيك الاماكن دي هكون امله ليها. يا اخويا اقول لك ايه، ما انت ما تعرفش جامسه. ده اللي ما جاش جامسه ما يعرفش يعني ايه بحر ولا سيف. دي كفايه بس ناسها المحترمين اللي ما يطلعش منهم العيبه ابدا. بس سكتوا لما سمعوا صوت الست. يا نهار ابو كاسود، انت طفحت حله المحشي كلها لوحدك يا ابن الورمه. اعمل فيك ايه، اجيبك نصين ولا افتح دماغك؟ سمع بتقول ايه دي، هجيبه نصين. طب بذمتك قولي، مجدي يعقوب يعرف يعملها؟ ما اعتقدش بصراحه. لا لا ده ابداع، انا عايزه اروح يا جدعان، عايزه اروح. احنا لازم نمشي، دي ممكن تشقنا معاه، انا خايفه منها قوي. يا اختي اكيد طبعا مش هتعمل كده، ده هنا في تسامح وحب وبيعرفوا يتفهموا مع بعض. بس فجاه لقوا الراجل بيقول انا علي حنطره يتقال لي كده، ده انا هوريك النجوم بالليل. ما هي النجوم كده ولا كده بتظهر بالليل، جاب يعني من عنده. ما تكترش يا اخويا بالكلام، لا يوريك عز الشمس بالنهار، ده ما بيهزرش. اسكت يا محسن، كفايه طنط اللي مش عارفين يعني اذا كانت عايشه ولا ماتت. ما تقلقيش، اللي زي دي ما تموتش. اصل المفترين بيبقى عمرهم طويل. انا هفوقها. وراحت عند الست، بقول لك ايه يا حجوجه، معكيش كده بصلايه تكون حاميه شويه عشان نفوق بيها الجثه اللي هناك دي؟ بصلايه مره واحده؟ انت عارفه البصل بكام دلوقتي؟ الولايه شكلها مش صغيره، يلا احتسبوها عند ربنا وخلاص. تصدقي اقنعتيني، ولا انا بقول كده برضو؟ بس اعمل ايه، ابنها مصمم يفوقها، ما هي امه برضو، وانت عارفه بقى الام وغلاوه الام. قطيعه يا اختي، احنا اللي يعني جايبنا ورا غير قلبنا الحنين. اصر وخدي يا اختي بصلايا، بس رجعها تاني، اصل احنا هنعمل عليها صينيه بطاطس. وخدت البصلايا وبدات تفوق بيها اماني اللي فاقت. اوف ايه الريحه دي، انت اتجننتي يا بتاعتي، ايه اللي في ايدك دي؟ شوفي الويلي يا العره، صحيح خير ان تعمل وتلاقي في الاخير شر، بقى دي اخرتها يا وليه، ده جزاتي، ده انت كنت هتموتي وكنت هتفنك مكانك. انت تخرصي خالص، انت ازاي تجيبيني مكان العشوائي ده؟ انا اماني بنت شاشباشا اجي هنا؟ لا لا مش ممكن. بس فجاه جت ست. مالو هنا يا حبيبتي، مش عاجبك ولا ايه؟ وانت مالك انت يا ست ابيها لوكل، خليكي في حالك، عيب جدا لما ترمي ودانك هنا. ها هو يعني لو اكل دي يا اختي؟ اوعى تكون كلمه ابيحه. إلا أبيحة، دي قصدها تقولك أمك واللي جابتها، بس بلغتها يعني. يا ليلى مش فايتة أنا تقولي لي كده، ده أنا هعمل بيكي صينية كفتة وناكلها مع البطاطس. الحقيقة حنان اتصرفي، دي هتعمل طنط كفتة وتاكلها مع البطاطس. حيل، أدينا ضمننا الغداء بتاعنا أهو. بصراحة بقى هي اللي تستاهل، ما هي اللي مش بتريح خالص، جايبة لنا الكلام كده، عاجبك كده؟ سمعتش أنا إيه دلوقتي، أجي هنا تاني إزاي؟ اتصرفي يا حنان، الجوازه كده هتبوظ. معلش سامحيها، ست كبيره وانت عارفه السن بقى، ما تاخديش على كلامها. انا ست كبيره؟ انت جننتي ولا ايه؟ لا بقى، انا اقصد كل كلمه انا قلتها كويس قوي، وهوديها ل 60 داهيه. ايه توديني في داهيه؟ لا ده انت لعبتي في عدد عمرك. وفجاه طلعت سكينه من جيبها. تعالي بقى حلوه ما اوريكي. ايه ده، الحقيني يا حنان، اتصرفي بسرعه. دلوقتي الحقيني يا حنان، دلوقتي اتصرفي يا حنان، انتوا تعملوا زي ما انا هعمل بالظبط، انتوا فاهمين؟ كلهم هزوا دماغهم بالموافقه. اللي قطات الليه واخدنا كلها طبيعيه، واللي قطات انا وانت وهي، انا وانت وهي، خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك، ارقصي يا تنتو بدل ما تغزك. اللي قطات الليه واخدنا كلها طبيعيه، اللي قطات انا وانت وهي، انا وانت وهي. وفضلوا كلهم يرقصوا ويغنوا. ايه ده، هو هي دي الكاميرا المخفيه؟ الكاميرا المخفيه ازاي يعني؟ طبعا الكاميرا المخفيه حضرتك، واحنا كنا بنهزر معاكي. ايوه صح، ازاي ما عرفتهاش؟ هي بشحمها ولحمها الوليه دي، ده العادي اللي اسمها ابراهيم نصر، صح؟ نعم ابراهيم نصر مين؟ انت جننتي ولا ايه؟ انت بتقولي ايه يا ست انتي؟ جرأي يا تانتو، احنا قلنا ايه؟ هتعملي كفته وهترميكي في صينيه البطاطس، اتلمي بقى يا تانتو. فعلا انا ابراهيم نصر، بخ لما اقولك بخ، بخ
قلتيلي بس ابراهيم نصر راجل مش ست يعني. الله انتوا بتشتغلوني ولا ايه؟ ما هو لبس باروكه امال هيعمل مقلب ازاي يعني؟ عجيها بقى. قلتيلي طيب طالما كده يبقى لازم تتغدوا معانا. اما يصحش كده، ده انا عامله حل الكرنب هتاكلوا صوابعكم وراها. نو نو نو، انا مستحيل اكل منها، انتوا فاهمين ولا لا؟ انا لازم امشي حالا، رجعوني القاهره فورا. الله مالك بس يا استاذ ابراهيم نصر، ده المحشي بتاعي كله بالسمنه البلدي وهيعجبك قوي. ده انت حتى متواضع ولا ما تكونش هو؟ لا لا هو هو يا تانتو، ركزي معايا يا تانتو. منك للاقي حنان الكلب. ايوه انا ابراهيم نصر. وفعلا قعدوا ياكلوا المحشي. الله مش بتاكل ليه استاذ ابراهيم؟ يلا يا اخويا الباروكه دي وخد راحتك كده. لا يلا ايه، هو كده كويس ملوش داعي يعني. لا لازم يقلعها حالا، وانا بنفسي اللي هقلعها له. وفعلا شدتها بس ما تشدتش، وفضلت اماني تصرخ. سيبي شعري يا مجنونه، انا ست مش راجل، اوعي كده. ست يخرب بيوكم يعني، كنتوا بتضحكوا عليا؟ طب تعالي هنا. وفضلت تضرب في اماني. ماما حد يلحقها بسرعه، دي هتموتها. بقول لك ايه، امك انت المفروض انت اللي تلحقها. ايه لا طبعا، يعني عليك يا ماما هتوحشني قوي. بعد شويه رجعوا مصر متربطه من كل حته ووشها كله غدوش. مش عايزين نشوف وشكم تاني، ومفيش جواز خالص. بس يا ماما انا بحب مريم وعايزه اتجوزها. اخرس يا ولد انت، مستحيل الجوازه دي تتم، انت فاهم ولا لا؟ لا يمكن يحصل ابدا. جري يا طنط وما تخليكي فرشي كده، هون دول شويه كده مات بسيطه وهتروح لحالها يعني. اخرسي خالص، كل ده بسببك انت. ما انت من اوروبا، ده انت لبط. ايوة كده، دي غلطت فيا ولازم تتربى. سيبوني عليها الولية دي القروبة. ايوة خلاص بقى، كفاية اللي حصل ده، انا عايز اروح. وفعلا مشوا ورجوا على البيت. عجبك اللي حصل ده؟ كل ده بسببك انتي، احنا كنا ناقصينك انتي كمان. يا اخويا هو انا عملت حاجة؟ ده انا قلت بسكم شوية يعني، ده ذنبي يعني؟ ده بدل ما تقيلوا لي كتر خيرك يا حنون. بس اقول ايه، العيب مش فيكم، العيب في امكم اللي معرفتش تربيكم. انت كمان بتغلطي في ماما؟ اخرصي خالص، ما تقوليش حاجه، اخرصي سامعه؟ تصبحي على خير. وسابها ومشي. وحنان قالت برومانسيه، ايه تصبحي على خير؟ ايه ده بقى، ده شكله وقع على بوزو. قال عليك يا حنون، جبتي الواد على بوزو. وتاني يوم مريم كانت بتدور على حنان اللي ما كانتش موجوده في البيت. ماما ما شفتيش حنان؟ لا ما شفتهاش، هي مش في اوضتها ولا ايه؟ اكيد بتعمل مصيبه، ربنا يستر. بس فجأة سمعوا صوت صريخ، دي حنان وصوتها جاي من فوق، يا ترى في ايه؟ وفعلا طلعوا فوق واتصدموا لما شافوا حنان راكبه المشايه ومش عارفه تقف. الحقوني الحقوني هموت، نزلوني نزلوني، الحقيني يما. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ازاي اصلا تدخلي من غير اذني؟ يا ابني مفكوكه هو دواته، نزلني هقع وهتكسر الله يخرب بيتك. انا ابن مفكوكه؟ طب خليكي بقى كده وشوفي مين اللي هينزلك. لا لا نزلني ابوس ايدك وانا اسمع الكلام ومش عامل كده تاني، بس نزلوني الحقوني. بس بس هتفضحينا، هنزلك. ولسه بيقرب منها عشان يفصل المشايه، بس فجاه حنان مسكت فيه ووقعوا هما الاتنين. فضلوا يبصوا في عيون بعض. يخرب بيت جمال امك، دي عينك دي ولا عدسات لو ذكر؟ نعم عدسات ايه، انت بتجيبي الكلام ده منين؟ من عند امك يا روح امك. ايه ده، اوعي كده وما تدخليش اوضتي تاني، انت فاهمه؟ ومشي وسابها وهي فضلت نايمه على الارض وحطت رجل على رجل. بيموت فيا بس بيتقل، يا خرابي على الحب. احمد كان في مكتبه وجت سعديه. سوزي هانم عايزه حضرتك. خليها تتفضل بسرعه. وفعلا دخلت سوزي. انا زعلانه منك يا احمد، كده بقالك يومين ما تسالش عليا. ايه ما وحشتكش؟ انا اسف يا سوزي بس غصب عني، كان في شويه مشاكل ما كنتش فاضي خالص. ولا يهمك يا حبيبي، المهم ان انا اطمنت عليك. احنا بقى لازم نسهر سوا النهارده، اوكي يا حبيبي؟ اكيد طبعا، انا النهارده تحت امرك يا حبيبتي. وفي اللحظه دي دخلت حنان واتصدمت وقالت، يخرب بيوكو انتوا بتعملوا ايه؟ بقى بتخوني؟ يا نهار ابوك اسود، بعد كل اللي عملته عشانك. ده انا خسرت كل حاجه بسببك، انا سبت كل حاجه عشانك انت. يا خاين يا غشاش. نعم انت بتقولي ايه؟ وايه اللي بخونك دي كمان؟ هي الجملة بتتقال كده على بعضها في الأفلام يا أخوي، أعمل لك إيه يعني؟ مين دي أحمد؟ هو بتعمل إيه هنا؟ يا أختي أنا قربته يا حبيبتي، أنا جاية من لوبيا. إيه جاية منين؟ مش فاهمة. أوروبا يا سوزي، بس هي بتحب تهزر. أيوة
ايوه يا شوزي انا بحب اهزر قوي. ها تحبي تهزري معايا؟ انا اسمي سوزي، على العموم تشرفنا. انا لازم امشي دلوقتي. اوكي احمد، ما تنساش بقى صارب بالليل. وانا اكيد يعني طبعا يعني معزوم على السهره دي، مش كده؟ ايه لا طبعا، انت تعبانه من السفر واكيد هتقعدي تستريحي ولا ايه؟ لا انا زي القرده وجايه معاكو، انا فيها لخ فيها. عادي حبيبتي مفيش مشكله، هستناكو. يلا باي باي يا احمد. وبسته ومشيت. يخرب بيتك انت ازاي تبوس يا جدع، انت عادي تبوسها كده وانا واقفه؟ مش عيب يا احمد. وانت مالك انت؟ الله ايه القرف ده، حشريه قوي. وسابه ومشي. شكله بدا يغير علي، بس برده مش هعبره. مريم كانت في اوضتها وبتتكلم في التليفون. محسن انا تعبت وزهقت، كل مدى الجوازه بتتعقد، انت لازم تتصرف وتشوف حل مع مامتك. يلا سلام. دخلت حنان. شكلك كنت بتكلمي ننوس عين امه مش كده؟ ايوه هو ننوس عين امه، مش عارفه اعمل معاه ايه. حنان خلي اختي يسترجل شويه ويقف قصاد امه بلا خيبه. المهم مين البت الملزقه اللي جت لاحمد تحت دي؟ ملزقه؟ قصدك سوزي مش كده؟ ايوه هي سوزي دي، تطلع بقى بسلامتها. مين بقى يا اختي؟ ده في بينهم بوس واحضان عيب قوي كده. عادي ما هي المفروض خطيبته. ايه يا اختي خطيبته؟ يخرب بيتك بعد ما عشمتني يا بعيد. هو احمد وعدك بحاجه يا حنان؟ مالك بس؟ لا بس قال لي تصبحي على خير، يبقى عشمني ولا ما عشمنيش؟ ايه هو اللي يقول لحد تصبح على خير يبقى خلاص بينهم حاجه؟ اسكتي انت مش فاهمه حاجه خالص. انا هتصرف. بقول لك ايه، عندك شويه احمر واخضر كده عايزه تدلع؟ ميك اب يعني؟ اكيد عندي، ولو عايزه لبس كمان خدي. لا بقول لك اسكتي انت خالص، دي حفله وانا عارفه الحفله بيتلبس لها ايه كويس، ده انا هبهره. اصبري عليا. هتبهري؟ ربنا يستر. في الوقت ده احمد كان بيلبس في اوضته عشان يجهز للسهره، والباب فجاه خبط ودخلت حنان. احمد انا جاهزه، ها ايه رايك بقى؟ حلوه مش كده؟ اكيد حلوه. بس احمد اتصدم من حنان واللي كانت لابساه، وقال احمد اتصدم من حنان. يا لهوي ايه اللي انت لابساه ده؟ حنان كانت لابسه فستان كله ترتر وطويل قوي وحاطه مكياج في وشها كتير. عجبك مش كده؟ اصل انا في المناسبات بالذات لازم اكون سنجت عشرة. وانت شايفه نفسك كده لابسه حلو؟ طبعا انت عارف الفستان ده مكلفني كام؟ 75 جنيه. الولية كانت عايزة مني 95 جنيه بس انا قلت لها لا، هم 75 جنيه مفيش غيرهم. انا ما يضحكش عليا يا اخويا. بقولك يا بت انت لو كنت فاكرة انك هتيجي معايا بالمنظر ده تبقي بتحلمي. لا ان شاء الله، مالي ما انا زي الفل اهو. ولا انت بتتلكك عشان ما تاخدنيش معاك الحافلة؟ وتستفرق بقى بالبت الملزقة دي. بنت الملزقه مين اللي انت بتكلمي عليها دي حنان؟ ها سوزي. اولا ما اسمها سوزي، اسمها سوزي. يوه ما علينا، مش هعمل لها يعني بطاقه. يلا بقى عشان نلحق الحفله. عمري لله، ما احنا خلاص اتدبسنا فيكي ومش عارفين نخلص منك امتى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هنخلص غير بالمأذون، بس انت قول يا رب. مأذون؟ مأذون ايه ده؟ لا قصدي يعني عشان مريم ومحسن. ماشي يلا بينا. وخرجوا من الفيلا واحمد ركب العربيه، بس حنان ما ركبتش. يا دي النيله ما ركبتيش ليه؟ مش المفروض تفتح لي باب العربيه؟ فين البريستيز ده؟ بريستيز؟ نعم يا اختي افتح لك باب العربيه اللي ان شاء الله. ها مش عارفه بس انا بشوفهم كده في الافلام. يا سلام، وانت لما تشوف حاجه عايزه تقلديها من غير ما تفهمي خلاص؟ يا اخويا ما هم الناس الالغا بيعملوا كده، انت ببقك ليه؟ الناس الالغا يعني ايه؟ مش فاهم يا راجل. الناس الأغنية مش انت من أغنية برضو؟ ده انتوا على قلبكم فلوس قد كده. هو انت جاية تحسدينا ولا ايه؟ انا مش بحسد، انا بوري بس. خلاص خلاص اسكتي بقى، خلينا نمشي، خلينا نخلص من ام الحفلة دي. يا اخويا ايه ده، خلقك ضيق قوي. حنان ركبت العربية وبعد وقت وصلوا على الحفلة. انا مش عايزك تنطقي خالص، تسلمي على اللي يسلم عليكي بس، ومش عايز فضايح سمع. الله بقى، حاضر هنكتم خالص. دخلت حنان الحفلة وانبهرت. الحلاوة دي يا ولاد، يا لهوي يا لهوي، ده فرح ولا ايه؟ ها فرح انت كمان، قلتلك حفلة وطي صوتك ده. انا مش قلتلك تخرزي وما تكلميش؟ يو بقى، طب خلاص هسكت اهو. الناس كلها بدأت تبص على حنان وعمالين يضحكوا. احمد كان مكسوف جدا.
عجبك كده؟ الناس كلها ببص عليكي. طبعا هيموتوا من الترتر اللي انا لابساه، بس برضو مش هقول لهم بقى اني مفصله عند البت زيزي، لا يروحوا عندها بقى وينفسوني. ابوس ايدك، ها ابوس ايدك، ما تقوليش ان انت مفصله الفستان ده عند زيزي. اسكتي اسكتي خالص. هو انا عبيت عشان اقول لهم السر ده؟ وجت سوزي واتصدمت. احمد ايه اللي هي لابساه ده؟ ها اجن مش كده؟ عارفه انك هتموتي من الغيظ. هو انت جايبه الفستان الغريب ده منين؟ ده ماركه جاي من اوروبا. سوزي استغربت جدا. جاي من اوروبا ازاي يعني؟ شلع دمك، جاي من لوبيا الفرع بتاع زيزي. احمد انا مش فاهمه منها اي حاجه، لهجتها غريبه جدا. ليه يا اختي بتكلم ياباني ولا ايه؟ اخرسي بقى، مش عايز اسمع صوتك. طيب بقى اسكت. تعالى يا احمد معايا، عايزك لو سمحت. احمد مشي مع سوزي. ايه ده، هي خدته وراحت فين وسايبني كده زي كيس الجوافه لما اروح اشوف حاجه كلها؟ وراحت عند البوفيه. قول لي يا جدع انتوا طبخين ايه النهارده؟ ها حضرتك في كل الاكل اللي انت عايزاه، في لحوم، في فراخ، وفي اسماك. يو ده العك كده، في حد يطبخ كل ده مع بعض يا اخويا؟ يعني شوف يا اخويا اغنيه ازاي وما عندكوش نظام في الاكل. ما علينا، هندفع امتى يعني؟ لما الحفله تبدا والرقص يخلص. البوفيه يتفتح يا فندم. ايه ده ايه ده ايه ده، هو في غنى ورقص هنا ولا ايه؟ طبعا يا فندم في كل حاجه. بس انتوا جيتوا في ملعبي، اصل محسوبتك بنت حظ وتموت في الفرفشه. عن اذنك هفتتح انا بقى. عند احمد وسوزي. احمد البنت دي غريبه قوي، انت متاكد انها قريبتكم؟ طبعا هي بس لسه راجعاني من اوروبا، فتلاقي كلامها يعني متلخبط شويه. بصراحه بقى مش باين عليها خالص. ايه ده ثواني كده، ايه اللي هيصل هناك دي؟ وراحوا عشان يشوفوا في ايه، بس اتصدموا لما شافوا حنان واقفه بتغني. يلي عترها حود على المالح، وشي بيوجعني من ايه، وشي بيوجعني من ايه، وشي بيوجعني من رأس امبارح. ايه ده ايه القرف ده، هي بتقول ايه؟ هو انت مش سامعه ولا ايه؟ وشها بيوجع من رأس امبارح. واحمد راح عليها بسرعه وامسكها جامد. خرب بيتك، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه بغني، اصل الراجل اللي ماسك الاكل قال لي مفيش اكل غير لما يخلص الرقص والغنى، فقلت بقى اغني كده واخلص الليله عشان ناكل بسرعه ونروح. الله يخرب بيتك فضحتيني، اقول ايه للناس؟ انت مكبر الموضوع قوي، خليك بحبوح كده. ايه بحبوح اكتر من كده؟ وسوزي جت. احمد انا عايزك ضروري. يلا روح اجري ورا الست يلا. واحمد راح مع سوزي. في يا سوزي تاني، عاجبك الفضيحه اللي هي عملتها قريبتك دي؟ معلش يا سوزي، هم هناك كده بيعملوا في اوروبا كده. ما سمعتش قبل كده عن اللي هي بتعملوه ده خالص. ما يا حبيبتي مش كل اوروبا، يعني اماكن واماكن، ما انت برضو اكيد ما تعرفش الاماكن اللي هي عايشه فيها. ممكن برضو. اوكي هسكت. بس فجأة سمعوا صوت حنان وهي بتزعق. هو ده مش صوت حنان؟ تعالي نشوف في ايه. كانت حنان واقفة فوق ترابيزة البوفيه ومعاها سكينة كبيرة. يا اخواتي استنوا كلكم هتاكلوا بس بالدور، اللي عايز فراخ يجي كده اهو، واللي عايز بط يجي كده اهو، واللي عايز لحمة يجي كده اهو، واللي عايز يزفر هنا اهو. لو سمحتي اديني حتة مبطة. جري يا راجل انت تاني، دي تاني مرة تيجي تاخد حتة من الطبلة، هي البطة فيها كام طبلة يعني عشان تاخدها؟ وفي ايه يعني؟ وبعدين ده اوبن بوفيه، واخد اللي انا عايزه. لا يا اخويا ده في اي حفله تانية، لكن الحفله اللي فيها حنان فيها نظام، انت سامع ولا لا؟ وراجل تاني قال لو سمحت انا عايز لحمه. يو انا فاكراك مش انت اكلت فراخ خلاص؟ اسكت بقى، ما عادش لك اكل تاني. يعني ايه ماليش اكل تاني؟ انا اكل براحتي، انت مين اصلا؟ ها انا مين بقى؟ حنان الشعنونه يتقال لها انت مين؟ طب تعالى بقى لما اوريك انا مين، تعالى لي. وحنان فضلت تضرب في الراجل وكل ما كانش قادر عليها. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انت بتعملي ايه؟ الله يخرب بيتك، سيب الراجل هيموت في ايدك. سيبني سيبني يا ربي، ده راجل مفجوع. سيبيه بقى ابوس ايدك. بس حنان ما كانتش راضيه تسيبه، واحمد شالها وخرج بيها من الحفله وحطها في العربيه. يا خرشي على اللحظه الرومانسيه، بيحبني مفيش كلام. احمد ركب العربيه وكان متعصب جدا. يا اخي مش تقول انك غيران عليا. بكسف. غيران عليكي ازاي يعني؟ ايه القرف ده؟ ايوه ما استحملتش تشوفني ماسكه في الراجل، فشلتني هلا هوبا وجبتني في العربيه. لا انت فهمتي غلط، قصدي خفت على الراجل منك. يستاهل، ده راجل عايز يتربى من اول وجديد. انت فضحتيني، مش عارف اوري وش الناس فين. ما توريهمش وشك، وريهم قفاك. انت طلعتي لي منين بس؟ هو انا كنت ناقصك؟ يا اخي عشان نصيبك الحلو. قصدك نصيبي الاسود. مش هنختلف على اللون يا حمودي، يلا بقى امشي. احمد مشي بالعربيه وهو على اخره، ووصل لحد البيت ونزلوا من العربيه. تدخلي اوضتك ما اشوفش وشك خالص، سامعه؟ لحد ما نشوف فرح مريم امتى عشان تخرجي من هنا.
وانت من اهله يا حمودي. احمد اتعصب وسابه ومشي. يا اختي هيموت من الغيره، بيحبني. حنان دخلت الفيلا ومريم شافتها واتصدمت. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت كنت كده مع احمد؟ ايوه طبعا. واسكتي بقى، كان هيموت من الغيره عليا. لا قصدك من الصدمه. لا يا اختي كان غيران عليا. ماشي اطلعي غيري اللبس ده ونامي بقى، وبكره بقى نبقى نتكلم. ماشي. واو بالمره احلم باللحظات الرومانسيه اللي كنت فيها في الحفله. عن اذنك يا اختي. لحظات رومانسيه مع احمد بالفستان الغريب ده؟ غريبه. تاني يوم صحيت حنان على صوت جاي من تحت، نزلت عشان تشوف في ايه. هو كان محسن. اعملي بس يا مريم، ماما رافضه خالص الموضوع بسبب حنان. طب والحل ايه؟ خلاص هنسيب بعض؟ اه هو كده مفيش نصيب. لا بقى حد فيكم يتصرف، انا بحب مريم وعايزه اتجوزها. يا عم ما تقرفناش، ما تشوف حل مع امك. امك ايه مش بتحب حنان؟ دي ماما بتخاف من حنان. اتصرف ازاي بقى؟ استنوا استنوا استنوا، انا هتصرف واخلي طنط توافق. بجد يا حنان هتخلي طنط توافق؟ ما بلاش يا مريم هتبوظ الموضوع اكتر. عيب عليك، انا هخليها توافق وتزغرك كمان. يلا اطلعي والبسي عشان نروح لها. يا سلام عليك يا حنون، هوا مش هتاخر. الحمد لله الجوازه مش هتبوظ. لا يا عم انا كده اتاكدت بقى انها باظت. وفعلا راحوا عند اماني. ايه ده انت ايه اللي جابك هنا؟ بقى دي مقابله يا طنطو، ده بدل ما تقولي لي اتفضلي. طيب اوكي اتفضلي. ها خير، عايزه ايه؟ انا جايه اتاسف لك على اللي حصل مني. يا سلام، بعد كل اللي حصل ده انا وشي باظ. يا اختي عمليه التجميل موجوده تصلح الخربان ده. انت بتقولي ايه؟ انا اعمل عمليه تجميل؟ لا طبعا. مش قصدها يا طنط، مش قصدها، قصدها ان انت حلوه من غير حاجه. طبعا مش قصدي، ده انا حتى لما شفتك افتكرتك اختي محسن الصغيره. سامحني يا رب على الكدبيه ده، بس اعمل ايه؟ ما باليد حيله. فعلا كتير بيقول لي كده. ياه للدرجه في ناس كدابه كتير؟ نعم. انت قصدك ايه يعني؟ لا يا اختي مش قصدي حاجه، ده انا حتى جايبه لك ورد. ها ايه رايك؟ على فكره بقى الورد ده على حسابي انا. يلا خلي الوليه امك تسمع وتفركش الجوازه، انت حر. لا لا خلاص انت اللي جايباه. ذوقك حلو فعلا. خلاص انا مش زعلانه. يعني صافي يا لبن يا تانتو. ايوه خلاص مفيش مشكله خالص. يا ماما طب وجوازتنا انا ومريم ايه بقى؟ في معاده يا حبيبي ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، متشكره قوي يا طنط. وعشان كده بقى انا هعزمكم بكره في عيد ميلادي. ايه ده عيد ميلادك يا تانتو؟ هتتمي 60 ولا انت عديتي 70 ولا ايه نظامك؟ يخرب بيتك. ها باظت الجوازه. 60 ايه و70 ايه؟ انا لسه صغيره على فكره، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ها وانا عكيت في الكلام ولا ايه يا عيال؟ حد كده ينورني. للاسف عكيتي. ليه ده انا بهزر معاكي يا تانتو، ما يبقاش خلقك ضيق كده اهو. وعشان كده بقى انا اللي هجهز لك حفله العيد ميلاد بنفسي، وهجيب لك فرقه بنفسي. بجد هتعرفي تعملي عيد ميلاد كويس؟ طبعا هعرف اعمل لك العيد ميلاد. وايه فله فلالي. اوكي بس انا عايزاه شرف قوي، عشان اصحابي بتوع النادي كلهم جايين، ودول ناس كلاس قوي وعندهم اتيكيت، عايزهم ينبسطوا جدا. ما تقلقيش يا تانتو، ده انا هشرفك قوي وهخلي رقبتك مرفوعه فوق 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 زي رقبه الزرافه كده. ميرسي قوي يا حنان، خلاص انا هسيب الموضوع ده ليكي، اتكلي على الله وعليا انا. يا لهوي روحنا في داهيه. حنان بلاش يا حنان عشان خاطري، دي اخر فرصه لينا. انا ما صدقت انها ترجع توافق على جوازنا انا ومحسن. يا بنت ما تخافيش، ده انا هشرفك قوي هخليها تموت فيكي بعد العيد ميلاد وهتشوفي بعيونك. حنان انت متاكده يا حنان؟ عيب عليكي سكيفيه. بصراحه مش مطمنه خالص، ربنا يستر. ده انا هفرفشكوا كلكوا، اصبروا عليا. بعد شويه رجعوا على البيت. ايه انت اللي هتعملي عيد ميلاد؟ انت اكيد اتجننتي. ليه يا اخويا ان شاء الله، ايه الغلط يعني؟ عشان الجو بتاعك مش زي جوهم ولا ستايلك زيهم. لا ما تقلقش انا هجيب اللي يعجبهم، انا عارفه هي عايزه ايه. وهي عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ لا دي خليها مفاجاه، ده انا هبهركم. هتبهرينا؟ والله ما حد مبوظ الجوازه دي غيرك. ايه تفتكر يا احمد؟ قلت لك اعتمدي عليا انا هشرفك. وفعلا تاني يوم في بيت اماني، حنان كانت جايبه ناس بتعمل زينه ومريم اتصدمت. ايه ده؟ ايه الحاجات الغريبه اللي انت معلقاها دي؟ مالكيش دعوه انا عارفه انا بتصرف ازاي، اسكتي بقى. حنان طب ليه مشيتي طنط يا حنان؟ عشان ما تشوفش المفاجاه، خليها تيجي بكره تتخرع كده من المفاجاه، تبقى مفزوعه يعني. هي فعلا هتتخرع من الزينه، ربنا يستر. يا بت بطلي توتر بقى وروحي انت الكوافير ظبطي نفسك كده، وهتيجي تلاقيني مجهزه كل حاجه. طب وانت يا حنان مش هتيجي معايا؟ هتفضلي هنا لوحدك؟
لا ما ينفعش اتحرك من هنا عشان اظبط كل حاجه بنفسي، انا هجهز هنا. طيب خلي بالك من نفسك. سلام. مشيت مريم وحنان فضلت مع الناس. يا واد يا عوض، كلمت بتاع الحلويات؟ متقلقش حنان، كل حاجه هتكون جاهزه، انا طلبت كل حاجه طلبتيها. جدع، يلا كمل الشغل. وبعد وقت في الحفله الكل كان جه، ومريم واماني وناد واحمد ومحسن اتصدموا لما شافوا كان في انوار، كانت الزينه بتلمع وانوار بتاعه الافراح وبلالين الوانات غريبه، وحنين لابسه فستان كله انوار وبينور. يا لهوي، شفتي؟ انا كنت متاكد انها هتعمل مصيبه. الجوازه باظت يا احمد. ما هي جوازه فقر وربنا. ايه ده، انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا اتفضحت. بقى كده يا تانتو، ده بدل ما تقولي لي كتر خيرك يا حنونه، تعبتك يا حنونه، اردهالك في البزدي بتاعك يا حنان. عايزين نشكرك عشان فضحتيني، انت ازاي كده؟ يوه، وفين الفضيحه دي؟ ده كلها يحسدك. وجات واحده، ايه ده يا اماني، هو انت عامله العيد ميلاد حفله تنكريه ولا ايه؟ اماني ما كانتش عارفه تتكلم. ايوه صح، دي حفله تنكريه. واو، يا ترى بقى بتتكلم عن ايه؟ هيكون عن ايه يا اختي؟ عن عيد ميلاد، انت ما بتشوفيش ولا ايه؟ البسي نضاره. بتهزر، حنان عايشه في دور الشخصيه. ها، شخصيه ايه دي يا ولا؟ انت تخرسي خالص، وخلينا بقى نشوف حل في المصيبه دي. بقى دي اخرتها؟ صحيح، خير تعمل عيل ما يتمرش فيها حاجه. عجبك كده؟ انا اتفضحت، كله سببك انت. وانا مالي يا طنط، انا مالي انا؟ هي مش دي قربتك؟ اعمل هنا دلوقتي يا شمات الدودوفيه. وجي واحد شكله غريب. نطلع الفقرة يا ست حنان. أيا واد يا سيد، يلا خلي المطربين بقى يجوا يتشقلبوا، خلي العيد ميلادي يهيس كده. مطربين؟ يا لهوي، هو انت جايبه مطربين؟ تابعا، عشان تعرفي يا تنتو اني مش مستخسره فيك حاجه. وست قالت، اماني بقولك، هو انت عامله استعراض؟ اه طبعا، وهيجوا حالا، ده الحفله تعجبكم قوي، منك للاي حنان. والان اقدم لكم المطربين الشعبيين اللي بتحجز لهم بفرختين، الصوت الجعير، الصوت اللي يسد النفس. اقدم لكم ثانيه ترتر وعباس النعسان، سقفوا لهم يلا. وفعلا جه المطربين، وكانت واحده تخينه قوي ولابسه ترتر، ومعها راجل لابس جلابيه وكمان طاقيه. هما دول الفرقه الاستعراضيه؟ دول شكلهم مسخره قوي يا ماما. انت بتهزر انت كمان؟ مش كفايه المصيبه اللي انا فيها؟ كان يوم اسود يوم ما جيتي، كان يوم اسود يوم ما جيتي، طنط اماني بوظت البيت. كان يوم اسود يوم ما جيت؟ ايه اللي هو بيقوله ده؟ ايه ده يا ماما، هم عارفوا منين ان هو كان يوم اسود؟ انت بتقول انت كمان، اسكت. مش انت اللي قلتي لي ان يوم ما اتولدتي النور قطع اليوم كله؟ طب والله الواد عباس ما غلطش، لا قيمته لعمره. عباس كان مطلع صينيه وعمال يلف على المعازيم. يلا يلا ورونا فلوسكم بقى عشان نفرحكم. جنيه هانم، جنيه بيه، انت جايبه فرقه تشحت هنا ولا ايه؟ انت ما تعرفش انت الفرقه دي مشهوره في العتبه قد ايه؟ انا كده خلاص اتاكدت ان الجوازه باظت. تيبوز قبل البوفي؟ لا ده ما يحصلش ابدا. يلا يا جماعه عند البوفي، ده انا عامله لكم اكل هتاكلوا صوابعكم وراه. اه اكيد في مصيبه. وفعلا راحوا عند البوفي، لكن اتصدموا لما شافوا الاكل. ايه ده محشي، انت جايبه محشي في حفله عيد ميلاد؟ وماله المحشي، وحش المحشي يعني؟ الله، انا بحب المحشي قوي، وخصوصا ورق العنب. وهو ده وقته؟ انت تخرس خالص انت كمان، انت السقف اللي انا فيه ده كله. طب وانا مالي انا يا ماما؟ مش انت اللي عايز تتجوز من العيله دي؟ اتفضل بقى البس. مالها العيله بقى ان شاء الله، ما تشوف امك يا محسن. خلاص بقى يا ماما. ايه ده يا اماني، البوفيه محشي وفراخ وشوربه؟ هو البوفيه برضو تنكريه؟ يا اختي ماله المحشي ده؟ ده عسل، المحشي ده عسل. انت شكلك كده عايزه تتدربي. ودي عوض ربي الوليه دي. بس فجاه اماني وقعت من طولها. ماما، يا لهوي، الولايه ما استحملتش الصدمه. كده الجوازه باظت. وبعد شويه في اوضه اماني، خير يا دكتور؟ ماما عامله ايه؟ صدمه عصبيه، يا ريت تبعدوا عن اي توتر. انت يا شيخه جبروت جبتي الولايه صدمه عصبيه، هتعملي فيها ايه تاني؟ الله، هو انا يعني كنت كلمتها؟ ده بدل ما تشكروني. صحيح، اعمل الجميل في الواطي ولا تعمله في اماني. اتفضل يا دكتور، متشكر قوي. ومشي الدكتور. عاجبك كده؟ هنتصرف ازاي بقى دلوقتي؟ بس فجأة فاقت أماني. إيه ده؟ أنتِ بتعمليه هنا؟ اطلعي بره، أنا مش عايزة أشوف وشك هنا تاني. يوه، وأنا اللي قلت أطمن عليكي، بقى كده يا وليه يا رشرة تعملي فيا كده؟ مش عايزة حد يطمن عليا، امشي من هنا، أنا خلاص اتفضحت. طب وجواز أنا ومريم وماما؟ مفيش جواز خالص، انسى الموضوع ده، وانسى إنك عرفت العيلة دي. طب وأنا مالي أنا يا طنط؟ إيجي كده يا تانتو، اللي اتكسر يتصلح. أنا قلت اطلعي بره، بره.
يلا يا مريم بلاش قلة قيمة اكتر من كده. استنى بس يا احمد، ماما بس عصابها تعبانه شويه. محسن اخرس انت خالص. يا جتك نيل عليك انت وامك. مشيت حنان واحمد ومريم ورجعوا على البيت وكانت مريم بتعيط. انا كده خلاص مش هتجوز يعني؟ طب والله ربنا بيحبك، دي عيله مجنونه يا بنت. بكره جوزك سيدو وكمان زعلان على ايد ابن امه. هو انت اللي كانت تكلمي وانت سبب في اللي حصل ده كله؟ واعملي حسابك بقى، انت لازم تمشي من هنا. الجوازه وخلاص باظت، مستنيه ايه بقى؟ يو يا خيبك انت بتطردني. الحمد لله انك فهمتيها لوحدك. وسابها ومشي. انا عارفه الكلام ده من ورا قلبك، عشان كده بقى مش همشي ولا هزعل منك يا حمودي. حنان اتصرفي زي ما بوظتي الجوازه، صلحيها بقى. طب سيبيني افكر وانا اشوف لك حل، ما تقلقيش بقى. انا طلع قطي عيط شويه. عيطي عيطي، العياط راحه. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عايزه اعيط، انا جعانه. ما كنتش جبت لي يعني صباعين محشي كده من عيد ميلاد؟ تاني يوم حنان اتصدمت لما شافت سوزي وهي بتشرب القهوه. ايه ده، انت بتعملي ايه هنا؟ حنان ازيك عامله ايه؟ احسن منك يا اختي، انت ايه اللي جابك هنا؟ هكون جايه ليه يعني؟ انا جايه لخطيبي. بس يا اختي ما تقوليش خطيبك يا بنت، بتعصبني. سوري مش فاهمه. واحمد جه. سوزي حبيبتي معلش اتاخرت عليكي. لا يا حبيبي ما اتاخرتش ولا حاجه. ايه ده، هو مش شايفني ولا ايه؟ انت يا عم انت مش شايفني؟ هو انا بقول لك ايه، انا مش عايز اسمع صوتك، وكمان مش انا قلت لك تمشي من هنا؟ طب يا اخويا ما تعلي صوتك الحلو ده وخلي الست شوزي يعني تسمع بتقول ايه لقريبتك. اسمها سوزي مش شوزي. مش هتفرق، الاتنين واحد، هي شوز اساسا. يعني انت بتهدديني؟ بصراحه اه بهددك. ونزلت مريم. حنان فكرتي تعملي ايه؟ تفكر في انت عايزه من ايه تاني؟ موضوع جوازي يا احمد هيكون ايه يعني؟ هو في مشكله ولا حاجه يا مريم؟ خير في ايه؟ يا وانت مالك، انت بتتحشري ريحه الشوره. حنان عيب كده، تعالي معايا نتكلم في اوضتي. واخدتها ومشيت. هي مالها يا احمد، حاسه مش طايقاني. حنان لا لا، هي بس لسه ما خدتش عليكي، لما تعرفيها تحبيها قوي. في اوضه مريم حنان كانت راحه جايه ومتضايقه قوي. حنان هتفضلي كده كتير وسايباني في مشكلتي؟ هتقي يا بنتي يا مريم، متغاظه قوي. طب فهميني بس ايه اللي مضايقك كده؟ البت الزفته اللي اخوي قاعد معاها دي، قصدك سوزي؟ وفيها ايه يعني؟ مش فاهمه. يعني ايه فيها ايه يعني؟ لا طبعا ما ينفعش. طب انت متضايقه ليه بقى يا حنان؟ ها انا قصدي يعني انه ما يصحش كده يقعدوا لوحدهم مع بعض. لا عادي، هما متعودين يقعدوا مع بعض كده. لا في حاجات كتير لازم تتظبط في البيت ده. طب برضو ما قلتليش هعمل ايه مع طنط اماني؟ انا بقى عرفت انا هعمل ايه. وفي المكتب سوزي واحمد قاعدين، لو حنان مع بيرسول وعماله ترش على سوزي. انت بتعملي ايه؟ هتخنقيني. هكون بعمل ايه؟ برش على الحشرات. حشرات ايه؟ هو انت شايفه في اي حشرات هنا؟ ده انا شايفه حشره كبيره كبيره قوي، ولازم تغور من هنا. احمد انا مش قادره اخد نفسي، هموت. يا اختي ان شاء الله تموتي واخلص منك كده. كفايه بقى وامشي من هنا. انا برش، عايزين تمشوا امشوا انتوا. الله صبرني يا رب. تعالي يا سوزي عشان نخرج. وفعلا خرجوا بره، بس لقوا حنان وراهم ولسه بترش. انت يا بنت انت جايه ورانا ليه؟ لسه الحشره ما مشيتش يا اخويا. احمد انا خلاص مش قادره، مش قادره اخد نفسي، انا لازم اروح. وسوزي مشيت. يلا في 60 داهيه اللي هي ما ترجعي يا رب. عاجبك يعني اللي انت عملتيه ده؟ هو انا عملت حاجه؟ هو انت هتتبلى عليا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا خلاص جبت اخري منك، انت عارفه لو انت ما مشيتيش من هنا انا هعمل فيك ايه. بس فجاه جت اماني. ايه ده، في ايه؟ انت مسكه كده ليه؟ طنط اماني اهلا وسهلا، انت ايه اللي جابك؟ قصدي نورتي طبعا. يا دي النور يا تانتو، يا رب تكون بخير. لا طبعا مش بخير، انا بتعالج عند دكتور نفساني، انا اعصابي تعبانه قوي من ساعتها. دكتور نفساني؟ ده ايه الكهن ده يا اختي؟ انا جايه عشان اعزمكم على ندوة عملناها في النادي، ولازم تحضروها، دي هتفرق جدا معاكم وعلى نفسيتكم. ندبة؟ طبعا لازم نحضرها اكيد. اوكي ما تتاخروش، هستناكم في النادي. يلا باي باي. اماني مشيت. بت انت عارفه يعني ندوة اللي انت وافقتي انك تروحيها دي؟ طبعا، ندبة دي يعني كل واحد يروح يندب على حظه، مش كده؟ يندب على حظه ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، انت مش هتروحي في حته، وكمان دي اسمها ندوة مش ندبة. يا اخويا مش هتفرق، المهم ان احنا لازم نجهز، انا هروح اقول للبت مريم تعمل حسابها. بعد ما مشيت حنان. لا لا مش هينفع، البت دي لازم تمشي من هنا. وفي اوضه مريم. محسن ارجوك لازم تقدر موقفي. ودخلت عليها حنان. يا اختي الولية حماتك كانت هنا وعزمتنا على ندبة في النادي. قصدك ندوة يا حنان؟
المهم يا اختي ان هي عزمتنا وخلاص. ايوه عشان طبعا التبرعات، واحنا بنتبرع بجزء كبير جدا في الندوه. ها قلتيلي، وانا برضو بقول اصل اللي زي دي ما تعملش حاجه الا لما يكون ليها مصلحه. طب ايه بقى يا حنان هنعمل ايه؟ فرصتك يا بنت وجت لحد عندك ولازم تقربي منها. ايوه صح عندك حق، احنا لازم نروح واخلي احمد يحضر لهمش كمان. انا مش فاهمه حاجه، هي البتاعه دي عشان ايه يعني؟ والتبرع ده لمين؟ تعالي بس وانا افهمك على كل حاجه. وفعلا بعد وقت راحوا على النادي وكان في ناس كتير جدا قاعده على كراسي واماني بتتكلم في الميكروفون. احنا لازم نحس بيهم، ما ينفعش نسيبهم في الشوارع. ازاي بتفترسهم؟ انا كده فهمت، الولية طلعت طيبة. صحيح تعرف اماني الحربية عشرتها بس طلعت طيبة. لا احنا شكلنا ظلمناها، دي طلعت عاملة كده عشان اطفال. طب ولا يولية اصيلة. مريم كويس ان جيتي، جايزتوا بقى شيك عشان تبرعات؟ ايوه جايز، دي حاجة ننساها. كويس انكم جيتوا، يلا عشان تقولوا كلمة في الندوة. انتي ما تعرفيش انتي كبرتي في نظر ازاي يا طنطو. يا ريت بقى لو تسيبيني انا اقول الكلمه دي. لا 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 طبعا بلاش بلاش انت. ها ها ليه بقى ان شاء الله؟ ولا يعني عشان انت اللي اتبرعتي يعني؟ طب ولا لازم انا اللي هقول؟ خلاص يا احمد سيبها بقى تتكلم هي، بلاش مشاكل. البت دي لو طلعت هجيب المشاكل، مع اني مش طايقاكي بس ما فيش مشكله، روحي اتكلمي. مش بقول لك طلع قلبك كبير يا طنطو. ماشي هروح. وفعلا حنان راحت. انا مش عارفه اقول لكم ايه على الخير اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا وخالتي ام محسن دي الاطفال هتفرح قوي وهتدعي لكم كمان. كفايه يا اخوانا انكم لميتوهم من الشوارع. الناس فضلت تبص لبعضها. اطفال؟ اطفال ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش دي ندبة عشان اطفال الشوارع؟ لا طبعا يا حنان، دي عشان الكلاب وحمايتهم من الناس المتوحشه. ايه كلاب؟ ايه ولاد الكلاب بقى انتوا عاملين كل ده عشان الكلاب؟ ايوه طبعا لازم نحميهم من الشارع يا اختي. طب ما في اطفال كتير مرميين في الشارع، احموهم هم اولا. بس دي ندوه معموله مخصوص عشان الكلاب، والتبرعات دي للكلاب. يخيبكم يعني انتوا جايين كده ولابسين ومتشيكين وكل ده عشان الكلاب؟ طب ما فيش تبرع. مين البنت الشرشوحه دي؟ انا شرشوحه يا عرر؟ صحيح، من جواها هلا هلا ومن بره يا علم الله. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ احمد الحقني يا احمد. ما انا قلت لك بلاش حنان، ما حدش صدقني. لا خلاص مفيش جواز من العيله دي خلاص. بس فجاه سمعوا صوت صريخ والكل اتصدم لما شافوا حنان كانت عماله تضرب في واحده. هاتي يا وليه الشيك اللي خدتيه، كلاب ايه اللي هنتبرع عليها؟ ها وراحوا عليها. محسن اتصرف يا محسن اتصرف بسرعه. اعملي بس يا ماما انا خايف منها قوي. يا حنان سيبيها، الست هتموت في ايدك. خليها تغور في 60 داهيه، انا عايزه الشيك اللي خدته. بس ده عشان التبرع يا حنان. لا يا اختي مش هنتبرع للكلاب، يعني بعد ما كبرتي في نظري تطلعي كده هون؟ حنان انت كده بوظتي الجوازة يا اختي. ده ربنا بيحبك، دول بهايم دول مجانين، هم دول عيلة دول بلهام. اطلعوا بره، مش عايزة حد منكم هنا في الندوة، بره بقول. يا اختي يا ماشيين، ومين قالك اصلا ان احنا هنيجي هنا تاني؟ وانت يا اماني معاهم، اعتبري نفسك مفصولة من الجمعية، بره. ايه انا انفصلت من الجمعية؟ معقولة؟ يا اختي انا هدخل الجمعيه تانيه، بعملها مع البت جمالات وداخله بنفرين. انتي بتقولي ايه؟ دي جمعيه في نادي الاعضاء، يعني في النادي. ها بس فجاه لو اماني وقع من طولها. يا لهوي يا لهوي ماما. ياه الولية كل شويه تفطس، ده الهم ده. الله يخرب بيتك يا حنان بوظتي الجوازه. وبعد شويه كانوا في المستشفى. والله يا اختي ماليها لازمه المستشفيات دي، مصاريف على الفاضي. ازاي يعني؟ ما احنا حاولنا نفوقها بس هي ما فاقتش. ما انتوا لو تسمعوا كلامي وفوقتوا هبصة لما كنتوش رحتوا المستشفى. اسكتي بقى، انت كلامك كله مش بينزلي من زوري، ولا اقولك انا همشي احسن. ومشي احمد. بيموت فيا بس يخرب بيته وبيتقل عليا، بس انا برضو بحب التقل ده وبيعجبني قوي. وعند اماني دخلوا عندها. الف سلام عليكي يا طنطو. ايه اللي جاب البنت دي هنا؟ طلعوها بره بسرعه مش قادره اشوفها. ليه كده بس يا تانتو؟ ده انا حتى بحبك. طلعها بره يا محسن مش عايزه اشوفها. لو سمحتي اطلعي بره دلوقتي، ماما مش طايقاكي. صدقوا بقى انا غلطانه، ده انا حتى مش بحب المستشفيات، جاتكم القرف. مشيت حنان ومريم من المستشفى وروحوا على البيت. هو صحيح اللي حصل لاماني ده؟ ايه ده؟ هي الاخبار كده مكشوفه على طول؟ مين اللي قالك بقى؟ النادي كله بيتكلم عن اللي حصل. يا اختي هو انت كمان بتروحي النادي؟ طبعا انا رئيسة الجمعيه. قلتي لي بقى انتي الزعيمة وبرضو بتتبرعي لكلاب زيهم صح؟ ايوه اكيد طبعا.
ده الناس الفاضية دي؟ طبعا فلوسكم كتير. مشيت حنان وراحت على اوضتها. يو وبعدين بقى اعمل مع الواد احمد ده؟ ما انا لازم اخليه بالبت اللي اسمها شوزي دي، بس اعمل ايه بس؟ ودخلت عليها مريم. انت انا بعد ما خربت الدنيا بوظتي جوازتي خالص؟ انا بوظت جوازتك ليه؟ انا عملت ايه؟ ما هو لولا اللي انت عملتيه ده ما كانش كل ده حصل. يعني انت يرضيكي تعمل تبرع للكلاب؟ يا اختي تبرع لي انا وينه بقى فيا ثواب؟ هما كل سنه بيعملوا التبرعات دي، ده شيء عادي عندهم. انت اللي كبرتي الموضوع على فكره. يعني انا اللي طلعت وحشه في الاخر؟ طب ما تقلقيش انا هتصرف بجد. طب ازاي وطنط مش طايقاكي؟ لا سيبي الموضوع ده عليا، البسي بس انت وحضري نفسك. ماشي ربنا يستر. وبعد شويه في العربيه مريم اتصدمت لما شافت حنان ووشها كله شوكولاته. ايه ده؟ ايه حنان انت كلت الشوكولاته كلها ولا ايه؟ انا كنت بدوقها بس هي خلصت بسرعه معرفش ليه. يوه وبعدين بقى معاكي، انا كنت جايبها لطنط وجايبه لها شيكولاته. يا اختي جيبي لها 2 كيلو موز ولا 2 كيلو برتقان كان احسن. موز ايه برتقان ايه؟ لا طبعا الناس الشيك بيروح لهم شوكولاته ورد. يلا مش مشكله، احنا خلاص معانا الورد وكمان الشيكولاته تعمل لها بوت، وهي يا اختي مش ناقصها بوت. اعمل فيك ايه بس؟ يلا ندخل. وفعلا دخلوا الفيلا وكان محسن موجود. مريم انتوا جيتوا؟ اللي جابكم؟ والله هو انت زعلان يا محسن ما احنا جينا؟ انا مش عارفه انت مستحملاه ازاي، ده بوز الاخس. لا انا قصدي ان الجو مكهرب يعني، وماما بصراحه مش طايقه خالص. ما تقلقش انا هعرف افرفشها كويس. وفعلا جت اماني. ها انت ايه اللي جابك هنا؟ ليك انت جه اصلا؟ احنا جينا نتمن عليكي يا تانتو. انا كويسه الحمد لله، ما كانش في داعي انكم تيجوا. معلش يا طنط، هو بس يعني حصل سوء تفاهم، حنان في اوروبا ما عندهمش تبرعات دي فبالنسبه لها غريبه. ايوه فعلا احنا ما عندناش تبرعات اصلا، لو حد فينا معاه 1000 جنيه على بعضها نفضل نحسد فيه لحد ما يروح منه خالص. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه ايه وعندكم فين؟ يا اختي في الحاره، حاره القيرود. في حد ما يعرفش حاره القيرود؟ بتهزر طبعا، قصدها في اوروبا. صح يا حنان مش كده؟ في اللوبيا طبعا. خلاص يا ماما المسامح كريم، اخرس انت مش عايز اسمع صوتك. خدشيبك ده ما عندوش شخصيه خالص، ايه الواد ده؟ طب وبعدين يا حنان دي شكلها مش مقتنعه خالص ومش عايزه تسامحك. وجات الشغاله فنجان القهوه بتاع حضرتك. ايه ده يا تانتو انت بتشربي قهوه؟ تحبي اشوف لك الفنجان؟ اهو انت بتعرفي؟ طبعا بعرف. تحبي تشوفي؟ يا ريت. يلا شوفي. وفعلا حنان قعدت. قدامك سكه سفر بس مش هتسافري. يلا بقى هنعمل ايه؟ ليه مش هسافر يا حنان؟ ليه يا اختي؟ العربيه تتقلب بيكم بجد؟ هو بعدها هموت؟ لا ما انت قدامكم الفرح اللي هيعطلكوا عن السفر. فرح؟ فرح مين ده يا اختي؟ فرح حد من دمك الظاهر كده ولا هو اعلم. شكله ايه التور ده؟ انا تور؟ عجبك كده يا مريم؟ تور المهم ان احنا نتجوز ونخلص. وبعدين يا حنان ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتجوزي ابنك الحلال تور ده وهتفرحي الغلابه، هتفرحي دول يعني. والله يا طنط يعني فعلا هيكون عندي فرح؟ هي اختي الفنجان هو اللي بيقول كده، هو انا جبت حاجه من عندي؟ ودخلت واحده ست. اماني انا جاي اعزمك على فرح ما انا بنتي. واو انت طلع كلامك صح يا حنان. كلهم بصوا لبعض بصدمه. يوه اعمل لكم ايه يعني؟ ما الطبيعه هي اللي مش راضيه على جوازكم. اه اتصرف يا محسن، انا عايزه اتجوز. وانا كمان عايزه اتجوز اكتر منك. يا عيني سعبتوا عليا. وعشان طلع كلامك صح انا عازماكي على الفرح يا حنان. وتعالي يا مريم. حاضر يا طنط هاجي الفرح اكيد. وانا يا ماما اتجوز امتى؟ محسن احنا خلاص قفلنا على الموضوع ده، انت فاهم؟ الظاهر مفيش فايده يا حنان. لا ان شاء الله في امل، ممكن الفرح ده يغير رايها. تفتكري يا حنان؟ ايوه افتكر. امال بعد شويه في الفيلا. امال فين زفتة المصايب؟ بتعمل مصيبه المره دي. مش قادر تستغنى عني مش كده؟ قصدك تقولي مستني المصيبه اللي هتعمليها؟ يا اخويا انت على طول كده ظالمني. عيطي. مالك يا مريم ساكته كده ليه؟ مامت محسن برضو مش موافقه على جوازنا. صدقيني يا مريم الجوازه دي مش خليكم، شوفي تفركشي كم مره، هو برضو مصممين. بحب محسن يا احمد ومش قادر اسيبه، وهو كمان بيحبني. بس هو مصابه ومتحكمه في كل حاجه، اكيد يعني هتتغير بعد الجواز. اللي فيه طبع مش بيتغير. اصلك يا اخويا انت مش عارف يعني ايه حب. وانت بقى اللي تعرفي مش كده؟ ده انا كلي حب واحاسيس. هو انت اصلا لو عندك احساس تفضلي قاعده لحد هنا؟ ايه ده ايه ده ايه ده، ده اخوكي بيطردني. ما تزعليش يا مريم اكيد مش قصده. هو حتى لو قصده انا مش ماشيه وقاعده على قلبه.
انا اللي سايبها لك وماشي. ومشي احمد. وبعدين بقى في الواد ده هيفضل سايق التقل كده هو؟ حنان ما قلتليش هنعمل ايه في الفرح ده؟ ما تقلقيش يا بنتي يا مريم، هنعمل شغل عالي قوي. تاني يوم في اوضه مريم كانت بتبص لنفسها في المرايه وهي لابسه فستان، الفستان كله كان بيلمع وعامله فورمه في شعرها غريبه ووشها كله بيلمع. حنان، هو انت متاكده ان انا كده شكلي حلو وكمان هشرف طنط في الفرح؟ عيب عليكي، طبعا متاكده. الواحده بتحب تشوف مرات ابنها كده وهي ملعلعه في الفرح وتتشرف بيها قدام الناس، صدقيني انا. ماشي لما نشوف، يلا بقى عشان ما نتاخرش عليهم. وفعلا نزلوا، واحمد لما شافها اتصدم. يا امي ايه ده، انت مين؟ شفتي بقى اهو اخوكي معرفكيش عشان تعرفي بس ان انا كلامي صح. انت مين يا ست انت؟ ايه يا احمد، انت مش عارفني ولا ايه؟ انا مريم اختك. مريم، وعامله في نفسك كده ليه؟ انت جننتي يا مريم ولا ايه؟ ليه، هو انا وحشه ولا ايه؟ وحشه بس، قولي عفريته. طبعا بقى انت اللي عامله فيها كده صح. يا اخويا مالها بقى، ما هي زي الفل اهي. وقمر. قمر؟ فين القمر؟ دي عفريته بجد يا حنان، يعني شكلي زي العفريت؟ يا اختي سيبك منه، ده انت زي القمر. يلا عشان ما تاخرش على القليه. احمد تعالى معايا لو سمحت. طبعا لازم اجي، ما انا مش هسيبك تمشي لوحدك وانت بالمنظر ده. شفتي بقى، خايف عليكي لا تتعكسي عشان بس تعرفي. وفعلا راحوا على الفرح. هي مريم ما جتش ليه يا احمد؟ دي قال لي انها جايه. انا هو يا محسن، انت مش عارفني ولا ايه؟ مريم، ده صوت مريم. ايوه هي دي مريم يا جدعان. ايوه يا ابني هي مريم للاسف. مريم، هو انت عامله في نفسك كده ليه؟ ايه يا محسن، هو انا وحشه ولا ايه؟ وحشه ايه، دي ماما لو شافتك هتتسرع. امشي بسرعه قبل ما تشوفك. بس فجاه جت اماني. هاي، انتوا جيتوا؟ ايه ده، امال فين مريم؟ ما جتش ليه معاكم؟ وبعدين مين دي؟ يا طنط انا هنا، يا طنط انا اهو. اوه ماي جاد، انت ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ هو انت مريم بجد؟ ايه يا طنط، وحش ولا ايه؟ عشان يعني الفرح وكده. فرح ايه، انت لابسه ترتر، وايه اللي انت عامله في شعرك ده؟ دي فورمه وحلوه قوي مش كده؟ هي دي الفضيحه، الناس تقول عليا ايه؟ اوه، هي الرقاصه جت ولا ايه اماني؟ هي حصلت رقاصه؟ انت عملتي فيها ايه يا حنان؟ انت عملتي فيها ايه؟ انطقي، ليه ما خلتنيش اشوف نفسي في المرايه؟ يا اختي ده انت زي القمر، عشان تعرفي بس انك مميزه. انت واقفه عندك ليه؟ يلا عشان ترقصي. ترقص ايه، دي مريم خطيبتي. والست اتصدمت. ايه، دي مريم وعامله في نفسك كده ليه؟ ماله بس، هو وحش ولا ايه طنط؟ انا قلت اكون مميزه. مميزه ايه، ده انت فضحتينا، الله يخرب بيتك، يا ريتك ما جيتي الفرح. ليه كده بس يا طنط، ما انا حلوه اهو. يا بنتي جيوليه غيرانه منك، بطلوا نفسنا بقى. الله، نفسنت ايه، انت بتقولي ايه؟ خلاص بقى يا ماما، الناس بدات تتفرج علينا. طب اترازعوا هنا، هو مش عايز اي مشاكل، فاهمين؟ وفعلا قعدوا على الترابيزه. جرسون يا جرسون، هو الاكل هيجي امتى؟ انا جعانه قوي، هو الجرسون ده ما بيجيش ليه؟ شخرب بيتك اللي انت بتعمليه ده. اسكتي خالص لحسن، اميني مش طايقاكي، اسكتي بقى. وايه جرسون، ايه جرسون دي اللي انت بتعمليه ده؟ الله، مش ده فرح ولازم ناكل فيه؟ فين الجرسون؟ طيب اصبري وانت بس هتاكلي. لا مش قادره اصبر، انا هتصرف. وراحت حنان عند البوفيه. يا لهوتي، كل ده اكل؟ يخرب بيت التبذر. لا انا مش هسكت، انا هتصرف. واتكلمت في التليفون. ايوه يا بنتي يا نفيسه، عايزاكي تجيبي مجيحه وتجيبي كمان بلاستيكات وتيجي على العنوان ده بسرعه. ها، وقفلت الموبايل. والله الواحد بيحب عمل الخير قوي، ربنا يقدرني على فعل الخير. بعد شويه في البوفيه. يا لهوي، كل ده اكل، هم عاملين وليمه ولا ايه؟ لا يا بنت، دي شكلها كده عقيقه، والبنت حنان جايبه لنا نغسل الاطباق مش كده؟ لا تابعا، جايبكم تاخدوا الاكل يعني ده وتوزعوه على اهل الحاره، بس ما تدوش مرات ابويا، سامعين؟ بتتكلمي جد يا بنت حنان؟ يعني ناخد الاكل ده كله عادي ولا بتهزري؟ لا يا بنت، خدي الاكل كله بسرعه يلا. وفعلا بداوا ياخدوا الاكل. هي فين حنان؟ مش باينه ليه؟ يمكن تكون مشيت، يا رب تكون مشيت. لا تلاقيها بتعمل مصيبه، انا متاكد. لا مصيبه ايه، الجو مش ناقص. وعند الناس. يلا يا جماعه، البوفيه جاهز. هي فين حنان؟ كانت جعانه قوي، تلاقيها في التويلت ولا حاجه. وراحوا عند البوفيه، بس اتصدموا لما شافوا حنان وكمان اللي معاها، كانوا بيلموا الاكل كله. انت مين وبتعملي ايه هنا؟ هنكون بنعمل ايه يعني، بنلم الاكل مش شايفه ولا اتعميتي؟ وازاي تعملي كده، ده انا هوديكي في 60 داهيه. من جابة حنان، الولاد دي تبعك ولا نشرحها؟ اماني يا اماني، مش الناس دي تبعك؟ مين دول يا اماني؟ ها، او ماي جاد، عاجبك كده يا محسن؟ عاجبك كده يا مريم؟ عاجبك كده يا حنان؟ حنان، انت بتعملي هنا؟ ها، جعانه؟ لا، والاكل كتير، قلت اعمل خير بقى. بتوزعي من مال امك انت؟ ها،
اماني اتصرفي اماني، خلي الناس دول يمشوا بدل ما بلغ البوليس. انت حره. ايه انا يتقال يا بلغ البوليس منك للي محسن؟ وفجاه وقعت من طولها والكل اتصدم. تانتو يا تانتو استني ما تموتيش محتاجينك. ولحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى حنانة هتعمل ايه تاني؟ هو ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.